الناس السلام عليكم، صباح الخير عليكم. اليوم ان شاء الله بغيت ندوزكم واحد لي غورميطات اللي جاو جدادين زوولين، موديل ديال الغورميط سيرتي بالحجيرات، فيه السامبل وفيه الحجيرات، فيهم كاع لي موديل. هانتوما نخلي لكم من هاد الهاتف بعدا، هي 06/21/24/46. بالنسبه للوكاليزاسيون ديال المحل كيتواجد في رقم 1 زنقة موسكو احدى في ازرون. هاد الفيديو ما كناش معولين عليه، ولكن كي كنقول لكم فيديو خفيف، غنعطيكم الاثمنه ماشي ديالهم كاملين، ولكن غنعطيكم بعض فيهم، غنعطيكم الثمن. عندي هادو مسيرتين بالحجيرات، شويه ديال الحجيرات فيهم هكا بحال هكا، فيهم واحد الخدمه اللي غزاله. هادو تقدر تلبسهم في البلدي وتقدر تلبسهم في الرومي. عندي هاد الموديل هذا غزال، ها نتوما جاي فيه، هذا سنة تقريبا بالحجر وسنة سامبل. طيب نقول لكم التسعنا ديال هادي، هادي كدير 11500 درهم، مليون وثلاثين ألف ريال. الكورميطات هادي مليون وثلاثين ألف ريال. إلا شفتو هادي مختلفة على الكورميط البلدي الآخر، اللون ديالها خلاص هو اللون صفر حيد الممتاز، الذهب الممتاز هذا كيتخدم في هاد اللون، وكتجي كلها كدايرة غليظة كيف اللور كيف القدام ديالها. مليون وثلاثين ألف ريال، 11500 درهم، 1150 دولار. نعطيكم حيدو هادي، نعطيكم عاوتاني هادي اللي سامبل، هادي عاوتاني جاي داك الوسط ديالها غليظ وغادية في جناب وكتديكرادا بهاد الخدمة هاكا. الثمن ديالها هو 8000 درهم، 160000 ريال، 800 ديال الاورو. صحاح شي حاجه صح، العمل تعول عليها تلبسها للدوام. كيف كنقول لكم السداده بهذه الطريقه هكا هكا، وعاد كتزيد تسدد جوج خريصات في الجناب. ونعطيكم واحد عاوتاني في شكل اخر فيه بحال هكا. بالنسبه للطره فيهم الطول، فيهم الطوال، فيهم القصار، حتى الا بغيتي تخدم شي العنق ديالهم ولا، راه غنعطيكم واحد الارتيكل ديال العنق فيهم باش تعرفوا غير كيفاش داير الموديل ديالهم. هذه عاوتاني جايه سامبل كامله سامبل، هذه العكس ديال الاولى اللي وريتكم فيها شويه الحجر وشويه سامبل، هذه كلها سامبل جايه فيهاش كاع الحجر. الناس اللي ما كتبغيش الحجر على الكورميطه. هادي كطيح بمليون و 40000 ريال، 12000 درهم، 1200 دولار. هانتوما كتشوفو هادو راه تقالين، و منسيت موريتكمش الخدمة ديالهم من اللور، كيجيو بواحد الخدمة غزالة منقوش هاكا، بلاصة الحجر كتجي منقوش هاكا. الناس اللي مكتبغيش الحجر و كتبغي داك النقش، ها هو من هنا سامبل كيف كتشوفو، و من هنا بالحجيرات. عاد دابا هانو عطيتكم غير بعد منهم، انا كاين بزاف ديال الموديل نشوفكم ديال وعندي هادي دلانق. نتوما دلانق راه فيها شي شويه ديال الحجيرات في القدام، ولا بغيتي تخدمها بلا ما فيهاش حجرات تخدمها بما فيهاش حجيرات كاع. حنا عطيناكم هذا غير شانتيو باش تعرفوا الموديل ديالها كي ديال نتوما، وفيها في هذا القدام اللي فيه الحجيرات، وهذا الحجيرات رقي وخيم بيان سيرتي، ماشي شي حاجه تطيح ولا مخدومين مزيانين هادو، ما كيكونش شاف الوزن ما كيكونش قالين تخافوا من الحجر الكبار، من هاد الحجرات الصغيرين راه مسيرتين مزيان، هادو غير باش كيعطيو واحد المنظر زوين لا غورميت، باش ما كتبقاش سامبل كتشبه البلديه العاديه. ثم بغيتيها سامبل، بغيتيها اكثر من هاد الوزن هذا، ولا بغيتي شي حاجه غليظه بزاف، راه نصاوبو لك. نعطيوك 10 ايام تكون عندك ان شاء الله الغورميت. نقول لكم الثمن هذا ديال العنق، وبالنسبه للطول ديالها دابا نخلي لكم الطول ديالها في الميساج. هذه كطيح ب 15000 درهم، هذه 15000 درهم، 1500 ديال الاورو، مليون ونص. اوكي كيف قلت لكم كذلك، حتى هي الجهه اللي كتجي على اللور ديالها منقوشه. المهم ها هي كتجي، راه كتجي غلا تبارك الله زوينه،
باش نخلي لكم باش ندير لكم واحد التصويره ليهم مجموعه عندما نخليها لكم في الصفحه ديال لاباج فيسبوك وفي الانستغرام باش تدخلوا تشوفوهم. اللي عجبك عجبتك شي وحده فهادو ما كناش دوزنا الثمن ديالها خلي لي غير عليها شي كروشي في التصويره ونعبرها لكم. المهم ما تنساوش اللي بغى شي موديل فهادو معلي غير يتصل بيا في الواتساب النمره هي 06 21 24 02 وكما نقول لكم الارسال مجاني لجميع المدن المغربيه.